لكم احلى روبيان مشوي بطريقه مميزه جدا. خلينا نشوف مع بعض. واضح ماما؟ اشوف تصوير دلوقتي بقى يا بنات. هنعمل الروبيان المشوي. ماشي، الروبيان زي ما قلنا هنخليه كده من غير ما ايه ما نقشره، تمام. وقطعنا بصل حلقات كده وطماطم حلقات وكاروت رفيع جدا او مبشور، و هنقطع ايه تاني كده، ده كله ده كده نقطع، تمام ماشي، كل ده كده معانا. وهناخد رومي اخضر كمان، وهنعمل ايه تاني، هناخد كل ده كده على جنب، وهاخد واحده حمراء رومي احمر، واخد برده حلقاته كده على النار. بس بقى ما ناخد ليمونه كامله، ناخد منها شرايح شرايح بس، مش عايزاها معصوره، لان انا اوريدي عصرت على شو اسمه على الروبيان بتاعي، على الجمبري عصرت على الجمبري. انت ولعت على اسمها دي شايفين كده؟ كده كل حاجتنا تمام. ناخد لنا بردك ايه اتنين تلاتة من ده، مش هيضر، تمام كده. وهنا على الروبيان بتاعي ده، الروبيان ده بقى هنا شايفين الخلطة دي اللي هو التمر هندي، هنحط شوية هنا عليه. وناخد معلقة من التوابل من دي، خلي ماما عادي عادي يا بنات. المعلقه من التوابل اللي احنا عملناها مع بعض في الجزء الاول، تتبيله السمك، حطوه في علبه اكبر واعملوه كده احسن، تمام كده. دلوقتي هاخد حاجتي دي وحاجتي روبيان، هجيب دول. هنا عندنا روبيان يا بنات ماشي، والحاجه دي هنعمل بقى احلى دلوقتي روبيان مشوي. وعندي الجريل بتاعي سخن قوي وحاطه فيه نقطه زيت، هنزل بالبصل كده خلاص، شايفين كله على بعضه بس يتلسع خلاص. مقرب بابا، هات كده بابا الكاميرا خلاص كده. هعمل ايه؟ هاخد الروبيان بتاعي معايا يتشوي كده. واخد شوية صويا صوص، صويا صوص اسقيها عليه كده. بحب في الروبيان المشوي قوي الصويا صوص. خلاص كده انا عايزاها تتلسع من تحت، ومن فوق هحط كل حاجتي دي شايفين كده، وعليه شرايح الليمون، وعليه كل حاجه كده. هغطيها ماشي، هغطيها بعد ما ارش رشه التوابل 5 دقايق، واقلبها في صينيه واوريكم هعمل فيها ايه. ماشي يا بنات كده بقى هنفتح، هنحطها في الصينيه دي وندخلها الفرن، ولما تطلع من الفرن هوريها لكم. هندخلها فرن واولع عليها من فوق ولتحت. كده خلص الروبيان المشوي بتاعنا زي ما انتم شايفينه، فظيع فظيع، تحفه تحفه تحفه. بس دلوقتي انا على هنا على التقديم هحط هنا فحمايه واغطيه واحط عليها نقطه زيت ونشوف الشكل والطعم بتاعنا. خلص زي بنات زي ما شايفين، وحط هنا نقطه زيت زي ما قلت لكم، واخد الفحمه احطها فيه كده تمام واغطيها. وكده خلصت حلقتنا باحلى روبيان مشوي. يا رب تكون عجبتكم الحلقه، وما تنسوا سبسكرايب ولايك وشير.